تعليق على هذه الاتفاقات التحركات في تونس؟ طبعا الان الحد الادنى من هذا انه الخوف غير الان تغير المسار واصبح الشعب التونسي راى انه اخذ مصيره بيديه. الشعب التونسي قال خلاص الان عول لمده 20 عام او اكثر على الحكومات الغربيه او على التغييرات ممكن تاتي من الداخل او كذا. الان الشعب الشباب النقابيين الكل قال لا الان يكفي. قالها غيرنا كفاية قالتها أو إناف يكفي. الآن أصبح الشعب وصل من الظلم ومن الاستبداد إلى حد لا يمكن السكوت عليه. رأيتم هذه المسيرات في تونس، في كل تونس من شمالها إلى جنوبها، حقيقة كل القطاعات تحركت ونحن تصرنا يوميا عشرات الرسائل من الشباب والناس يقولون إيش ما زال عندنا ما نخسره، إيش ما زال ما نخسر الشباب بعشرات الآلاف يعني معطل الحياة كلها في كل مناحي الحياة. واضح أنه هناك إرادة ورغبة في كتم كل شيء، كل ما يتحرك في تونس. فالآن وصلوا إلى مرحلة أنه لا بد من تغيير، لم يعد هناك خوف في تونس. أصبح الناس ينزلوا للشارع، أصبح الناس يتحركوا، الناس يتكلموا، توصل تقارير يومية عن الوضع. كيف ما تعلموا أن التقارير حتى اللي توصل يحكيوا على طائرة الرئيس بعشرات الملايين، هذه الشعب التونسي كله يعرفها. زوجة الرئيس أنها موجودة في دبي، والبيوت اللي يشروها مؤخرا هي وصهرها صخر الماطري وكل العائلة، الشعب التونسي كله عارفها. ما حارش شيء يتخبى اليوم ولات مع التقنيات ومع التكنولوجيا ومع كل هذايا. أصبح الشعب التونسي يعلم كل شيء ويعلم والآن خذا مسيره بين يديه باش يغير هذا الواقع. هذا السؤال لازم يصل للشعب التونسي، والشعب التونسي اليوم على اعتبار في تقديري خذا قراره أنه بداية من الآن خلاص. ما هي انطباعاتك حول التحركات الحاصلة في أوروبا تأثرا بالوضع الجاري؟ هل تعتقد أن الشعب التونسي خارج الوطن مساند لهذه التحركات؟ هل هو يعني على علم جاري؟ هل يعني يساند؟ ما هو طب رأيته اليوم هذا التحرك اللي صار اليوم؟ تقريبا كل الأحزاب السويسرية يمينها ويسارها ومن أقصى اليمين لا عفوا من أقصى اليسار إلى يمين الوسط، يعني كل الأحزاب 80% من الأحزاب السياسية السويسرية اليوم ممثلة برؤساء الأحزاب. هذه نادر ما تحصل في سويسرا، تحول قضية مثل هذه وانت سمعت بنفسك الخطاب أنه مساندة مطلقة للشعب التونسي، مساندة مطلقة للتغيير. ونحن طبعا ربما البعض يقول هذه استقواء بالخارج، التقارير ويكيليكس والكل يعلم أن الذي يستقوى بالخارج. الآن أنا سمعت المداخلات كلها تقول أنه الآن مش واحد كيما ساركوزي أو برلسكوني أو القذافي، بل بالعكس هذه يضر بالنظام أكثر ما يفيده، لأن صورته كيف ترى موقف السلطة التونسية من التحركات؟ هل هي منخنقة؟ هل هي في وضع حرج؟ هل تسيطر على مسار الانتفاضة؟ لا أعتقد، يعني خليني أقول لك قبل كل شيء، يعني السلطات التونسية الآن في موقف حرج جدا، لأن كل الأمور خرجت من سيطرتها. أصبحت الحل الوحيد والنظام هذا ليس مجهز للتجاوب مع متطلبات المجتمع بتاعنا والطلبات بتاع المتظاهرين، فالرد الوحيد هو قمع، وهذه طبيعة النظام التونسي. ما هي الوسائل المعتمدة لمساندة هذه الأحداث الحاصلة في تونس سواء في أوروبا أو في جميع العالم؟ والله هي محدودة، يعني فهمت ما يستطيع الإنسان، يعني فهمت تجمعات كما ترى الآن يعني في جنيف، وكما سبق وصارت من حوالي أسبوع كمان في جنيف، يبدو كمان في كل مدن وعواصم الأوروبية والعالمية. نتمنى من الله إن شاء الله تكون التحركات هذه تضغط على الدول الغربية اللي هي المساند الأول والراعي الرئيسي للنظام بن علي. فلولا النظام المساندة اللامحدودة للأنظمة العربية وخاصة الأنظمة الأوروبية عفوا وخاصة الفرنسية والإيطالية لما تمادى يعني النظام أكثر من هذا. كيف ترى هذا التجمع؟ يعني هل له نتائج إيجابية؟ هل هو ناجح؟ والله مبدئيا ناجح، نحن حسب التطلعات وحسب حتى وسائل الإعلامية المحلية كانت حاضرة، وانطباعات بعض السويسريين كانت إيجابية بشكل كبير كثير، ومنى تكون ناجحة بطبيعة الحال. نعم. ما هي الأكلة التي
أو نقول النتائج التي ستنجر عن هذا؟ هو الضغط والضغط يعني المستمر حتى ننفذ كمان على المتظاهرين في البلاد هناك اللي قمع كبير جدا. وصل إلى حد يعني هذه اللحظة أخبار من الداخل على أساس فيه حتى إطلاق نار حي على المتظاهرين، وهذا جرم كبير في حق الشعب التونسي اللي من حقه كما يضمنه له الدستور، إذا كان مازال فيه ما يسمى دستور بتونس، حق التظاهر وحق الطلب السلمي يعني. الآن الشعب التونسي كله يشاهدك، ما هي الكلمة التي ترسلها أو تقولها لهذا الشعب المناضل؟ استمر، لأن الآن يعني لأول مرة كما يقال بالفرنسية لا بور ا شانجي دو كون، الخوف انتقل من المجتمع اللي كان تحت خوف رهيب جدا وإرهاب دولة مسلط، فهمت، إلى الخوف الآن انتقل إلى جهة السلطة. فاستمر ولكن حافظ على طلباتك يعني في 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 أسس سلمية. رسالتنا يعني كعبد الناصر نايتي مال وكجمعية ضحايا التعذيب، احنا يعني نمثل الاكبر المتضررين في المجتمع التونسي هم الضحايا. الضحايا مش بالشكل المعروف فقط ضحايا التعذيب، هو لا يعني ناشط سياسي او سياسي تعدى على التعذيب، حتى مواطن بسيط مثل المرحوم محمد البعزيزي نعتبره من اكبر ضحايا ومن شهداء تونس الان، لا لشيء، لانه ارادك الكرامه في العيش بكرامه، فهمت، العيش حقه في حريه العيش، فتم اهانته وتم يعني سحبه بشكل مهين حتى يعني انجر عنه ما انجر عنه الان، فهمت. فرسالتي لشعبنا في تونس هو الاستمرار، لان هذا النظام قائم على باطل باذن الله تعالى، فهمت، حيرحل، فهمت، وهذا طلب لازم يكون الطلب الآن، كلنا يد واحدة، كلنا كلمة واحدة، فهمت، بصوت عالي حتى يسمعنا الجميع بما فيهم الدول التي تساعد النظام التونسي، فهمت، يا نظام لا نريدك، أرحل عنا. بأي عين تتابع الحدث في تونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحيي شعبنا الصامت في تونس، بارك له هذه الانتفاضة للكرامة بعد زمن طويل يعني، وهذا الصبر العتيد الذي تحلى به الشعب منذ 1987، وأعتقد جازما بأن هذا الشعب أصبح أسطوريا، أصبح شعبا يعني بطلا قاد والحمد لله كما أرى بعين المستقبل، سيقود سلسلة من الانتفاضات التي ستهز العالم العربي كله وليس تونس فقط. بقي الأحداث شيء طبيعي، أن جميع السياسيين تقريبا وجميع علماء الاجتماع كانوا يتابعون هذا الوضع المتدهور في تونس الذي يسير رويدا إلى الهاوية يعني. إلا أن الكثير منهم لم يتنبأ بانتفاضة الشعب التونسي، وخيب هذا الشعب أمل من قالوا بأنه شعب جبان يستمرئ الظلم والمهانة، وهو يعطي درسا لبقية الشعوب العربية أنه لا يمكن مهما عظم الجلاد أن يعيش مطمئنا في كرسيه أبدا. الشعب لا يجب أن تكون له يعني مؤسسة وأطر سياسية وقيادات يمكن أن تستثمر هذه الانتفاضة للشعب، لأنه بقي كالفارس بلا رأس يعني، ليس له يعني قيادات، وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل لم يستطع إلى حد الآن تبني رسميا المطالب الشعبية، في حين أنها مطالب جميع الدول في العالم قد تبنتها وساندتها، ولست أعرف إلى حد الآن لماذا الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتبنى هذه المطالب ولم يعني يكون هو الصوت المبلغ لهذا الشعب ويتحاور مع السلطة في سبيل تحقيق الإصلاحات التي يجب أن تحقق. لا أعتقد أن هذه
هذه الانتفاضة ستنتهي بسلام، لا أعتقدها أبدا، لا بالنسبة للمعارضة ولا بالنسبة للنظام التونسي. ما هي انطباعاتك حول التحركات الحاصلة في أوروبا تأثرا بالوضع الجاري؟ أوروبا طبعا جاليتنا في أوروبا جالية وطنية. بأي عين ترى مثل الأحداث في تونس؟ هي نتاج لجملة من السياسات الاقتصادية والسياسية الخاطئة في البلاد، ونتيجة القمع والاستبداد والحملة الأمنية والحملات الأمنية المتكررة التي بشرها النظام بن علي منذ توليه السلطة، وعدم اعترافه بشركاء الوطن وشركاء البلاد من أطراف سياسية، من نقابات، من أطراف معارضة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، فتم إلغاء كل هذه الوسائط الاجتماعية التي لها دور في مثل هذه المناسبات، في مثل هذه اللحظات العصيبة من حياة الوطن، في امتصاص الغضب الشعبي، في إيجاد قنوات حوار وتواصل مع السلطات الرسمية. نرى أن اليوم أن الوضع متفجر وينبئ بأخبار لربما تكون كارثية. المكسب الإيجابي الذي حصل عليه الشعب التونسي هو كسر حاجز الخوف الذي جثم على صدور الشعب التونسي لسنوات عديدة، وقدر النظام الحاكم أنه بهذه السياسة الأمنية استطاع أن يقضي على جذوة الحرية وجذوة الانتفاض لدى الشعب. أكدت هذه السياسات من خلال هذه الأحداث الأخيرة أن السياسات هذه خاطئة وفاشلة. ما هي الأمل التي تعلقها على هذه الانتفاضة؟ أنا أعلق أمل كثيرة على هذه الانتفاضة من حيث تأكيدها على حق الحرية وحق العيش الكريم من خلال كسرها لحاجز الخوف كما ذكرت، ومكسب عظيم لأن تونس لن تعود اليوم كما كانت. فهذه الاحتجاجات الأخيرة مثلت انعطافة جديدة نحو تحقيق الشعب التونسي لكرامته، نحو تحقيق الشعب التونسي لحريته، وهو مشروط بتكاتف جميع القوى، بضرورة تنازل السلطة الحاكمة والاستماع إلى شركاء البلاد من معارضة، من مؤسسات مجتمع مدني، من نقابات، بإشاعة الحرية لجميع أبناء الشعب التونسي، بإيجاد عدل، بإيجاد مواطن شغل للجميع، بتحقيق التوازن. فهذه كلها شروط تستطيع أن تتجاوز بالبلاد هذه المرحلة العصيبة، تستطيع أن تحقق أمن وسلام للجميع. يعني أنت ترى باختصار أن الشعب التونسي يرفض أن يعيش، أن يعود كما كان في السابق؟ نعم أكيد، هذا الاحتجاج والمحاولات اليائسة، ونحن من طرفنا في الحقيقة لا نرى مصلحة في هذه تنامي ظاهرة الانتحار هذه، فهي نراها حلا مرفوضا شرعا واخلاقا. فعلى الشعب التونسي نتمسك بنضال سلمي من اجل تحقيق مطالبه من